رغم المكونات الاقتصادية التي تمتلكها ولاية سيدي بلعباس من استثمارات في مختلف القطاعات، إلا أن المتعاملين الاقتصاديين بها ما زالوا يشتكون من عدة عوائق تحول بين مشاريعهم وتجسيدها. العائق الحالي هو عائق مشكل تاع البيروقراطية. الإجراءات الإدارية راهي زعما نقولوها باللغة العامية راهي ثقيلة بزاف. يا دو بوين اسونسيال بور نو سي العقار الصناعي اللي بيرمي دو كونستروير كو سا نو برون بوكو طون باش تستنمو دي فوا يقعد عام فعام نجمو ننجزو وندخلو الخدامين. أنا أخذت قرار بفتح شركة هنا في الجزائر، راه عندي سنتين وأني متعلق بالبيرمي دو كونستروير. ومن أجل الحد من هذه المشاكل وتحسين مناخ الاستثمار، نظمت السلطات المحلية للولاية لقاء مع المستثمرين وحاملي المشاريع بهدف الإصغاء لانشغالاتهم. ابتداء من اليوم إن شاء الله راح نعلن على إنشاء أرضية رقمية على مستوى الولاية، وين المستثمر ينجم يتصل بالولاية مباشرة. للإشارة، فإن سيدي بلعباس تضم حاليا 4 مناطق صناعية و3 مناطق نشاطات.